لحضراتكم دراسه مستر فايلر لهذه المباراه. احنا خلاص كده بنسخن وبنخش في اجواء المباراه واحده واحده، لان خلاص بعد بكره الماتش ان شاء الله. فبالتحديد فيما يتعلق بدراسه مستر فايلر للفريق الهلال، ده كان من خلال 5 مواجهات سابقه لهذا الفريق، بالتحديد مواجهته الافريقيه في هذه المجموعه. يعني تم متابعه مباراه بلاتينيوم مع الهلال، المباراتين بشكل عام، لكن اخر مباراه بالتحديد اللي فاز فيها الهلال هناك في زيمبابوي 1-0 تم متابعتها بشكل جيد من الجهاز الفني، بخلاف مباراه الهلال مع الاهلي اللي كانت في القاهره، بخلاف مباراتي الهلال مع النجم الساحلي سواء في تونس او في السودان، وده للوقوف طبعا نقاط القوه والضعفه. هو خلاص يعني الدراسه ما كانتش بس الفتره دي، يعني كانت من الفتره اللي فاتت بعد مباراه النجم مباشره كان في دراسه كبيره جدا لفريق الهلال السوداني وكيفيه مواجهه هذا الفريق، وان شاء الله نكون موفقين في هذه المواجهه. الاهلي كمان بيصطحب الشيف الدالي في رحله السودان، والشيف محمد الدالي دايما في الرحلات المهمه اللي زي دي بيكون متواجد، وده طبعا لي يعني اعداد وتجهيز وجبات الطعام للاعبين في رحله السودان، وده امر جيد في الحقيقه وخطوه مهمه بالمناسبه. يعني من ضمن اخبار الفريق كمان، احنا اتكلمنا على رحله السودان، عايزين نرجع شويه لمران اليوم والكواليس اللي حصلت فيه. كان في مران بدني قوي جدا، وخصوصا بعد ما كان في اجازه اول امبارح. امبارح ابتديت تسقني في تدريبات تاني، فالتدريبات كلها قويه، جانب بدني مهم قوي مركز عليه النهارده الجهاز الفني لتهيئه اللاعبين بشكل جيد للمباراه المقبله. في الاخر طبعا ده بخلاف بعض التدريبات الخاصه بكره القدم وبعض التدريبات الفنيه والخططيه والتكتيكيه اللي ركز عليها مستر فايلر بالتحديد في مران امبارح ومران النهارده. بالتالي كان في بعد هذه التدريبات تقسيمه قويه شارك فيها اللاعبين بشكل كبير جدا، وكان في حماس كبير عند اللاعبين كلهم في هذه التدريبات او في هذه التقسيمه بالتحديد، واصفرت يعني تالق بعض اللاعبين خلال التقسيمه، وده امر جيد. وجديه كبيره جدا عند اللاعبين في الحقيقه قبل هذه المباراه، وجديه معتاده على الوجوه طبعا لاعبي النادي الاهلي خلال الفترات الكبيره السابقه. يعني الشناوي جاهز بشكل رسمي خلاص لمباراه الهلال، والشناوي كان عنده اصابه كده في مباراه النجم الساحلي، كان مقاوي في الظهر، امبارح كان ليه تدريبات تاهيليه وبعض الامور اللي ساعدته في العوده للتدريبات الجماعيه الخاصه بحراس المرمى، النهارده بشكل طبيعي جدا شارك في التدريبات الجماعيه بالكامل بالنسبه لمحمد الشناوي بالتحديد فيما يتعلق بتدريبات حراس المرمى، وده امر جيد جدا ومبشر ويطمن جمهور النادي الاهلي قبل مواجهه يوم السبت. بالنسبه لرمضان صبحي يعني كان عنده جزء من التدريبات التاهيليه بعد ما شارك في المران بشكل كامل وجزء من التقسيمه، وده ضمن البرنامج الخاص بتجهيز رمضان صبحي بدنيا للفتره اللي جايه، لان زي ما احنا عارفين رمضان خلاص خف من الاصابه اللي كانت عنده، اصابه مزق العضله الخلفيه، وده امر كان جيد جدا ومهم. ده فيما يتعلق باخر اخبار فريق النادي الاهلي.